مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى تحيه لكم كلكم، وتحيه لكل الناس اللي متابعانا ومورانا النهارده. حضر لكم النهارده مفاجاه جامده خالص. الدلوعه عايزين نعمل لها وش. شايفين ده يا جماعه؟ ده وش، ودي صبغه اهي، تمام، وده الاكسجين، ودي البودره، ودي الرسومات بقى اللي نور قالت لي يا بابا هنعمل معاك واجب، وجايبه لي شويه الرسومات دول كده عشان نعمل للدلوعه. يلا بينا نعمل للدلوعه دلوقتي الوشم كده، ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي، وادوني رايكم يا جماعه. يلا بينا. حلو كده؟ ده يا بابا بالراحة خالص ما تجيبش. إيس بس. طبعا يا جماعة احنا بنعمل تجربة كده، عايزين نشوف التجربه دي هيبقى شكلها ايه على الدلوعه، وتدونا رايكم في الاخر اهي. يلا نشيل اللزق. عملته يا سيدي. يلا نشيل اللزق بقى. يا مزاجه. ايوه يا دلوعه. يا مزاج يا دلوعه. حلو ده. الو، ما نسيبوهاش واحده تغمق بقى. اما تغسلها كمان. يا مزاجه. خلينا ناخد واحده من هناك بقى. نفس النظام برضه. بس كده. بس يا دلوقتي. اعمل هنا يا سيدي. وريني كده. 100 100. الملك. أنا الملك. عملت. بدينا نعملها كمان مرة. امسك كده. اللهم صل على سيدنا. ايه رأيك يا ريس؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. ده كأن حال طول النوبة اللي قاعدين في ميامي. خلصوا بس. أول مرة. هات يا سيدي. قال لك كام يا ريس؟ نعم. قال لك كام؟ ميدي شغال ولا مش شغال قوي؟ ايه؟ ميدي شغال يا يوسف؟ نعم. شوف عمر يا يوسف. ايه؟ لا حط صبعك بقى انت تحت هناك. بس انا هروح اجيب حاجة. مش عايز ايه؟ ايه يا فندم؟ الله يعين من اول هنا. ايه يا فندم؟ شوية بقى هنا. ايوه. قال لك حاجز يعني؟ حلوه كده. بلاش هنا. هي احلى واحده اللي طلعت دي ما شاء الله. كده عسل. يبقى عايزه واحده هنا بابا، عايزه حاجه هنا الحته دي كده. لا 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 هنا. لا بلاش. السرج هيداري لما بابا يحط السرج. لا ما هو السرج بينزل لهنا. انا قصدي هنا كده. لا يا شيخ كفايه. طب الصبغه دي تجل عليها في اي حته. اختاري جوف على البرميل.
البرميل جوه. المفروض دي تتغسل، خلي بالك الحنه دي ما هنغسل دلوقتي شويه كده. ايوه تصبر عليها نص ساعه ولا حاجه كده تنشف. جاهز نشيها بقى شويه عشان جاهز سوا مع دول رايكم بقى. تعالى كده قرب، مستنيين بقى نص ساعه كده عشان تنشف، وبعد كده ايه نغسل بميه وتدونا رايكم. حلوه كده. كنا عايزين افعى، كنا عايزين حاجه نعمله لها قلب كبرى. افعى عايز القلب ده فين؟ هنا يا بابا والله قلبي من الصغيرين ده هنا كده. لا لا كفايه عليها كده، بلاش قلوب يا سيدي، انا قلوبي بتوجعني. ده بص قلوب وكبده وكلاوي وتحت بيتنا جزار وغالي. ايوه كده عسله. الصلاه على النبي. شويه كده تنشف، هي كل ما تنشف كل ما تغمق. ايوه. اما تتغسل هتلاقيها غمقت اكتر عن الالوان دي كمان. شويه كده تنشف ونجوا ايه؟ ده مكان الكاو. مكان الكاو. لا هي ده الحمد لله ده صحى. ده انت عارف الكوي ده ليه؟ الكوي ده قعد ثلاث سنين عض ليبان على وداس، مش تعبانه مش عيانه، معضمه ثلاث سنين ومش عايز يبان على الاكل وما بتشيلش، يجوزوها ما تشيلش. خلي بالك من الحنين. الدكاتره داخوا فيها، كل ما يجي دكتور يديها حقنتين ثلاثه كل شويه على كده. هي بقى لما تنشف الكلام ده فين الراجل اللي بيطاق الدكتور اللي فاهم؟ قال لي دي عندها مش عارف عندها ايه كده وعايزه تنكوى. ازاي يا عم؟ قال لي زي ما بقول لك كده، ممكن يكون زي فيروس او لا 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 حاجه اسمها بيقولوا اوطاق، لما بتمسكها من هنا كده تيجي رافعه جسمها لفوق. تمام؟ يعمل لها الكوي ده بقى، يجيب سيخ ويسخنه ويخرم هنا ويخرم هنا وهنا ومن هنا جاب مسمار تخين كده حطه على النار سخنه ويجي حطه من تحت من هنا. تمام؟ وهنا خرم سيخ كده وخرم من ورا بسياخ يحميها على النار ويعمل كده. بس هو قلبي مش حاسس عشان هي بعد ما بعد ما الراجل كوى وتمام التمام قلنا انا ما توقعتش اللي يحصل يعني. قلت بقى معقوله الدكاتره غلبوا فيها وراجل بيطار هو اللي هيكون في ايده حل؟ استحاله. بس خليك ماشي وراه، ما هو انت لما بتيأس بتمشي ورا اي حد. يعني انت ممكن يبقى عند البني ادم مشكله صحيه ويعاني فيها يعاني فيها ويدوخ فيها وفي الاخر واحد يقول له روح للشيخ، هو من كتر اليأس روح للشيخ خلاص. فطبعا سقط الدلوخ بعد ما كوى، وبالفعل عدد الايام اللي هو قال لي عليها هتتغير بالفعل عدد الايام اتغيرت. بصينا لقيناها بتطلع ريح كتير، بصينا لقينا فيها تغيير. الكل قال لي كل ما الجرح يلم كل ما جسمها هيتعدل فعلا. لسه العظمه برده عيمله برده لسه 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 ده كده احنا كنا فين؟